العسيلة تقدم هذا المستوى لجماهير العنابي في الخليج في دولة قطر في ميدان الشحانية. عسيلة تنتزع رئيسي اللقاية انتزاعا. سلام يا عسيلة، سلام سلام يا عسيلة، سلام. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. الذهبي 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 مع عسيلة في التضمير. جابر بن سالم بن فران، تستاهل فوز عسيلة برئيسي اللقاية البكار وجعل هنا مسند. مرحبا، تستاهل خير. مرحبا بكم وسهلا. ابو سالم، وش سلالة عسيلة؟ حدر من سلالة ولد جبار والام سودانية. مشاركاتها قبل الشوط الرئيسي؟ لها عدة منافسات. استعدادكم كهجن الشحانية كعزبة بن فران لهذا المهرجان الكبير؟ مستعدين استعداد طيب، ونتمنى التوفيق لنا والاخواننا المشاركين. ابو سالم، هل شفت السباقات المحلية اللي خاضتها الهجن، هجن الشحانية في السباقات المحلية الماضية؟ جهزت الهجن مع بداية المهرجان؟ والله المراكز التمهيدية تجهز الدلو. شاركت هجن الشحانية في ميدان المرموم، حققت مراكز متقدمة. الحمد لله، كله توفيق الله سبحانه وتعالى. شيء من الهجن اللي كسر التين في المرموم بيشارك ولا شارك؟ إن شاء الله ما بتشارك. بتشارك في المرموم؟ إن شاء الله. نعم، وهذا الفوز والناموس يا أبو سالم لمن تهدي؟ لا سيدي سوام البلاد ولا الأمير الوالد ولا عشاق هجن الشحانية. وجهك أبو سالم، وجعلنا موسن دايم، وشكرا جزيلا لكم، موفق إن شاء الله. وجهك أبيض، مرحبا ومسا. الفخر والعز تاتي بالعزايم، حاجتين تضمن الله ضمنها، سجلوها واعلنوا ناموس تايم.